هو انا قلت لها ما تشتغلش؟ هي اللي عايزه تقعد في البيت وتقضي الحياه اونلاين. يعني انت ما عندكش اي مانع انها تشتغل؟ ما عنديش مشكله خالص، ما انت اهو بتشتغل واخده وضعك، عمرك ما قصرت في البيت ولا قصرت مع زياد. ايه يا زياد؟ ما ترد عليه. احنا مش قلنا هنتكلم بعد الاكل؟ وانت يا شيري عايزاه يرد عليك يعني يقول لك ايه؟ يعني يقول لك اه اصلا جميله مقصره مثلا؟ لا طبعا يا بنتي مش قصدي كده خالص. شفتي؟ دماغها هنا مفيش اي حاجه خالص. وترجع تقول لي ما بتكلمنيش ليه؟ قاعد ساكت ليه؟ واحده كل كلامها في الفساتين والجزم والسينيهات واعياد الميلاد، اكلمها في ايه دي؟ عمرها ما كلمتني في حاجه مفيده. وانت عايز يعني اتكلم معاك في ايه؟ في السياسه مثلا؟ في ايه يعني لما نتكلم في السياسه؟ ولازم كل كلامنا عن الفساتين واعياد الميلاد والشنط والجزم؟ ما بتشوفيش جميله وهي بتتكلم بتبقى عامله ازاي؟ مش صاحبتك دي؟ اتعلمي منها. ايوه هشام، بس كل واحد ليه اهتماماته، يعني انا غير شيري، وبعدين هي مش مطلوب منها انها تذاكر سياسه عشان تقعد تتكلم معاك فيها. انا والله ما عنديش استعداد اتناقش في الجزم والفساتين. يبقى تسكتوا انتوا الاثنين وتلموا الدور وتسمعوني. انتوا لازم تتصالحوا، وبعدين على فكره انت متجوز واحده اي حد في الدنيا يتمناها، هي ما فيهاش غير عيب واحد بس، انها رويتر. مدام في حد واقف بره على الباب وبيقول ان هو محضر وعايز حضرتك. محضر؟ أنا آسف سيادتك، بس لو تحبي ما تستلميش الإعلان وقولي إنك مش موجودة ونبعت الإعلان بالبريد ده تحت أمرك طبعًا. يعني إيه ما استلمش وتقول أنا مش موجودة؟ من فضلك أنا ما بحبش الطريقة دي، ممكن أفهم فيه إيه؟ إعلان دعوة مرفوعة بعدم التصرف في تركة المرحوم والدك، مرفوعة من والدة حضرتك وإخواتك يا فندم. طب أنا عايزة أمضي. أمضي هنا يا فندم. اتفضلي. شكرا جدا. بعد اذنك. في ايه يا شريف؟ تجننت؟ ازاي تعمل كده مع جميلة؟ يا طنط في ايه؟ ده احنا متفقين مع بعض على كل حاجة، انت بتنسي ولا ايه؟ نسيت ايه؟ هو انا قلت لك ترفع عليه قضية؟ قلت لي اتصرف. اتصرف؟ يعني ترفع عليه قضية؟ امال اعمل معاها ايه؟ ابعت لها ورد وشوكولا؟ طب تستعبط؟